بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي رشا محمد عبد المعز، شغاله في مديريه الزراعه في الوادي الجديد. احنا كل مطالبنا ان احنا مش عايزين المهندس سايق خالص، وان هو بيقول ان احنا عارفين الجوابات عليه. احنا مش عارفين الجوابات على حد، مش طافين على حد ما يخش المديريه. الباب مفتوح حضرتك، واللي عايز يدخل يتفضل، مش مانعين اي حد من الدخول. ما بنقولش لا، احنا بنقول لا بس على وجوده في المديريه. مش عايزين ان هو مصاحبنا، مش عايزين مدير المهندس سايق او من غير مهندس، لان هو ما بيحترمش حد، واحنا مش هنحترمه. بعد كده احنا ما بنحترموش، لان هو ما بيحبش بلدنا اصلا ولا اللي هو من البلد. طب احنا عملنا له ايه؟ ومصاحبنا احنا كمنقبات مش عايزنا في المديريه، بيصاحبنا. حصل واللي دخل بلع التسجيل وقال لها يا تقلع النقاب يا اما همشي، واضطريت ان انا اطلع اجيب واحده اخت تاني دخلها واعتبها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا النهارده قاعدين بره ومش عايزين ندخل العمل غير لما يرحم المدير بتاعنا. احنا كرهنا ان احنا نيجي الشغل خالص. انا واحدة من الناس بصحى الصبح من النوم وانا مش عايزة اجي العمل خالص، لان هو بيعاملنا اسوأ معاملة، غير آدمية خالص بالمرة. يعني انا اول ما لبست النقاب اضطهدني اضطهاد شخصي، وكان يطلع كل يوم المكتب عندي عشان خاطر يقول لي كلمتين، يعني كلمتين جارحين خالص. سبب يعني سبب ان احنا موجودين هنا المعامله، يعني المطلب الاول ان هو يحل، لان المعامله غير ادميه اللي بيعملها لنا. تجريح في المهندسين والعمال وكله، يعني هو كله عنده. حاسس ان احنا شغالين لما بس.